اللي مطلوب مني أحبائي هو اسعى أن يشوف مجد الله. إذا كان ارتضى الله بنعمته المجانية بمحبته الكبيرة أنه يخليني أنا الضعيف أقدر ألمس شيء من مجده وعظمته، أقدر أعمل شيء منيح بهالدنيا، لازم أقول المجد لله على كل شيء. أما أنا فدودة لا إنسان، أنا ضعيف، أنا إناء خزفي، ليس لي شيء من القوة. شكرا لك يا الله لأنك أظهرت مجدك خلال عبدك الضعيف الترابي. المهم هو مجد الله، مش عن طريق مين إجا مجد الله. أنا إذا شفت شغلي كتير كويسة صارت عن طريق حدا من الناس بمجد الله، وإذا صارت هالشغلة عن طريقي أنا بنفس الطريقة وبنفس المستوى بمجد الله، مش إذا صارت عن طريق الآخر أنا بموت من حسدي وقهري، وإذا صارت عن طريقي أنا بموت من كبريائي. الحسد خطيئة والكبرياء خطيئة، واثنيناتهم ببعدونا عن مجد الله.